بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يسمع دعاء الخلائق ويجيب، يؤنس الوحيد ويهدي الشريد، ويذهب الوحشة عن الغريب، يغفر لمن استغفره ويرحم من استرحمه، يستر العصاة ومن تاب منهم قبل وأثيب، من أطاعه تولاه ومن غفل عنه لا ينساه. نحمده تبارك وتعالى ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المقرب والحبيب، خلقه نعمة ومبعثه رحمة، وشمس سنته لا تغيب، باتباعه صلى الله عليه وسلم تحلو الحياة وتطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يأتي ختاماً للأسبوع الدعوي الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هذه اللقاءات الطيبة التي جعلت مساجد وبيوت الله عز وجل منارات يهتدى بها ويسعى إليها. الحضور الكرام، هذه الأسابيع الدعوية التثقيفية تأتي تواصلاً من العلماء الربانيين مع جموع المسلمين في أرجاء مصر لتساهم هذه اللقاءات في توضيح وتبيين الصورة السمحة والوسطية والمعتدلة لهذا الدين. وإن من هذا الاهتمام البالغ ومن هذه الموضوعات هذا الموضوع الذي نحن بصدده، أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يأتي من اهتمام وزارة الأوقاف أيضا بتوضيح وشرح وتبيين العقيدة الصافية. الحضور الكرام، هذا اللقاء الطيب تحت عنوان اسم الله التواب. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده، فما من عبد عصاه وبلغ عصيانه مداه إلا فتح له أبواب رحمته وفرح بعودته. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الحضور الكرام، يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب هذا البيت العامر، مسجد شريف بالمنيل، فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد إمام مسجد شريف بالمنيل. ومعنا قارئاً لهذه الليلة الطيبة المباركة القارئ الشيخ محمد حسين الحمامي، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمد سلامة. يحضر معنا هذا اللقاء الطيب أيضاً من رجالات وزارة الأوقاف الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير إدارة وسط،
والدكتور مصطفى سعيد بهجت مدير إدارة أوقاف بولاق والزمالك، والشيخ مصطفى علي مبارك مفتش بإدارة جنوب القاهرة، والشيخ أبو بكر أحمد عبد العال مفتش بإدارة جنوب القاهرة، وجمع من علماء ورجالات ومشايخ وزارة الأوقاف الذين نسأل الله عز وجل أن يثيبهم خير الجزاء على هذا الجهد الرائع المبذول. خير ما نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد حسين الحمامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى
يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ولو أنهم فعلوا كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حسين الحمامي في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ختاماً للإسبوع الدعوي الثقافي والذي يعقد بمسجد شريف بالمنيل. يحمل هذا اللقاء عنوان اسم الله التواب. الحضور الكرام، التواب من أسماء الله تعالى، وقد جاء بصيغة المبالغة، وليس من أسماء الله سبحانه وتعالى التائب، لأن المعاصي تأتي من الخلق متكررة مبالغا فيها، فكان ذلك مناسبا ليقابل الخطايا الكبيرة والذنوب العظيمة بالتوبة الواسعة. التواب هو الذي يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، وقد صور لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد حين قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس منها، وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فاللهم تب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. والآن الحضور الكرام، مع هذه الكلمة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة الأوقاف ومعالي الوزير بارك الله فيه على هذه الأسابيع المضيئة، هذه الأسابيع التي تنير القلوب وتفتح العقول وتهدي البصائر وترد الشبهات وتأخذ الناس إلى مسار الدين الصحيح. كما أتوجه بالشكر إلى القيادات الميدانية
في زرارة الأوقاف على الجهود المبذولة النيرة التي يلمسها الناس في كل المساجد من أقصى الأرض إلى أدناها. موضوعنا اليوم مع اسم الله التواب، وأبدأ بسؤال أحرك به الأذهان: ما هو الواقع على النفس عندما تسمع اسم الله التواب؟ كيف تستقبل هذا الاسم؟ أسماء الله الحسنى لها دلالاتها، لها مراميها. أنا أشخص نفسي وأتمثل من يسمع هذا الاسم. عندما أسمع اسم الله التواب تطمئن نفسي ويهدأ قلبي ويستريح الفؤاد أن هناك خالق جل وعلا علم بخلقه، فعلم أنني قد أذنب ففتح لي باب التوبة. التفت إلى القرآن الكريم في أنه يذكر الله عز وجل لنا إرادة كاملة من الله أنه يريد أن يتوب علينا، في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. قال العلماء: ما دعانا الله أن نتوب إلا ليتوب علينا، وما دعانا ليستغفره إلا ليغفر لنا، وما دعانا لنسأله إلا ليعطينا، وما دعانا لندعوه إلا ليستجيب لنا. فكأن الله عز وجل عندما أمرنا وعدنا بهذه الوعود النيرة التي تجعل الإنسان يطمئن في الدنيا والآخرة. تخيل معي هذا الخالق جل وعلا بقدرته، بجبروته، بجلاله وقدرته ينادي علينا نحن الضعفاء، كما ورد في سنن الإمام الترمذي بإسناد حسن في الحديث القدسي: أرجو أن نلتفت إلى نداء الله. الله ينادي علينا: يا ابن آدم، ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان من ذنبك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. من الذي يقول لنا ذلك؟ الله جل وعلا. الله فتح لنا أبواب التوبة ليل نهار. استمعنا إلى الأخ الكريم عندما ينقل إلينا من الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار؟ الله. ومن الذي يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ الله جل وعلا. استشعر أن التواب يفتح لك الأبواب، وأنت الذي تختار الوقت الذي تقف فيه بين يدي الله عز وجل. لن تستأذن أحدا من البشر، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى التوبة بيد أحد من البشر، وإنما خص التوبة بيده جل وعلا، لأنه يفتح لك الباب في كل وقت وفي كل حين. مهما على ذنبك ومهما كسر ذنوبك، أنت تعيش تحت سماء إله خالق تواب رحيم، يفتح لك الأبواب في كل لحظة وحين. وحتى يكون الكلام واقعيا على أرض الواقع، الله عز وجل فتح لنا أبواب التوبة القولية والفعلية. وأريد أن أؤكد على معنى لا بد أن نلتفت إليه: ما أيسر أن نتلفظ بألسنتنا فأقول بلساني تبت إلى الله، وأقول بلساني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكننا نريد أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال. فإن قلت قولا لا بد أن تدلل له بدليل، فإذا نطقت بالشهادتين فلا بد أن تدلل على صدقك في النطق بالشهادتين. فإن قلت أتوب إلى الله عز وجل فإنك مطالب أن تقدم الأدلة على توبتك إلى الله عز وجل. وليس هناك أدلة أكثر من أنك إذا تبت إلى الله توبة نصوحة
أن يراك الله حيث أمرك، وأن لا يراك الله حيث نهاك، وأن تلتزم بالعبادات، وأن نرى الدين في أخلاقك وفي معاملاتك وفي آدابك وفي حركاتك وفي سكناتك وفي بيتك وفي عملك وفي طرقاتك وبين أرحامك وبين أصهارك، نرى الدين عمليا وليس قوليا. إن كنت صادقا في قولك أنني أتوب إلى الله عز وجل، والتفت إلى نعمة الله سبحانه وتعالى، يرى الناس الشدة تعب ومشقة، ويراها الصالحون نعمة من الله عز وجل. الشدة نعمة، المحن نعمة، الضيق نعمة، العسر نعمة. نعم، لأنك في المحنة ترجع إلى من؟ إلى الله. وفي الضيق ترجع إلى من؟ إلى الله. وفي العسر ترجع إلى من؟ إلى الله. والشاهد لنا في ذلك هذا القصص الذي قصه الله لنا في القرآن الكريم، هؤلاء الثلاث الذين خلفوا عن غزوة تبوك. سطر القرآن الكريم لنا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إنه هو التواب الرحيم. فهؤلاء الشدة التي كانوا فيها حملتهم إلى أن يعودوا إلى الله عز وجل، حملتهم إلى أن يقفوا على أبواب الله جل وعلا، حملتهم أن يعرفوا أن الله تواب رحيم. وأرجو أن نلتفت إلى ربط القرآن الكريم التوبة بالرحمة والتوبة بالحكمة في الآيات. إن الله هو التواب الرحيم، إن الله تواب حكيم. التفت، إن الله هو التواب الرحيم من زيادة فضله وكرمه ونعمته ومنته أنه لم يتوب عليك فحسب، وإنما أضاف إلى التوبة الرحمة، فزاد الله من فضله رحمة مع توبة. التفت إلى ربط حكيم بتواب، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته عندما أذنبت سترك ولم يفضحك ولم يظهر عورتك إلى الناس، لأنه يأمل فيك أن ترجع إليه وأن تتوب إليه وأن تنيب إليه وأن تكون من الرجاعين. ولذلك من حكمته الجليلة جل وعلا سترك ولم يفضحك بين الخلائق. متى يفضح الله العبد بين الخلائق؟ إذا استمرأ المعصية، إذا ظن أن المعصية أصبحت حقا له، يمهله الله جل وعلا إمهالا وراء إمهال وراء إمهال، فإذا ظن أن الإمهال حق فضحه الله بين الخلائق. وبالتالي التوبة أمر مطالب به كل مسلم. واعتاد الناس في الأزمنة المتأخرة أن يحصروا المعاني الواسعة في زاوية ضيقة، فحصر الناس في أزمنتنا التوبة أن يسبقها ذنب أو أن يسبقها معصية. من قال ذلك؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خير البشر من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعلمنا إني أتوب إلى الله عز وجل في كل يوم أكثر من 70 مرة. ولذلك التوبة أمر المطالب به كل مسلم، ليس شرطا أن يذنب ذنبا أو أن يعصي الله عز وجل، امتثالا لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ودائما ما أرجو أن نلتفت إلى تزييل الآيات ولا نقف عند شواهد الكلمات التي نستدل بها، فإن هذه الآية أظهرت أن الفلاح في التوبة إلى الله، وأن النجاح في التوبة إلى الله، لأنك عندما تتوب إلى الله تربط نفسك بالله عز وجل. وإذا ربطت نفسك بالله في كل حركة وسكنة أعطاك الله خيري الدنيا والآخرة. كنت في معية الله، كنت في كنف الله، كنت في رعاية الله، ومن يضرك إذا كنت في كنف الله أو كنت في رعاية الله أو كنت في حفظ الله؟ كن مع الله يعطيك الدنيا والآخرة. وإذا غفلت عن الله تركك لنفسك، تسعى في الدنيا كما تسعى
ولن تحصل فيها إلا ما قدره الله عز وجل. تأملوا أسماء الله الحسنى، فإن فيها نجاة، فإن فيها فوز، فإن فيها فلاح. واسم الله التواب رحمة جليلة من الله عز وجل أعطانا إياها ومن علينا بها، سائلا الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة وأن يكتبنا من التائبين. اللهم اكتبنا من التائبين يا رب العالمين، وبارك لنا في قرآننا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر على هذه الكلمة الطيبة. ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يعقد بمسجد شريف بالمنيل بعنوان اسم الله التواب، الحضور الكرام، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خلق الله الخلق ليعبدوه ويطيعوه، وهذا أحب الأشياء إلى الله تعالى. فإذا خرج العبد عن الطاعة فقد خرج من أحب الأشياء إلى الله تعالى، وإذا رجع العبد إلى الطاعة فقد رجع إلى أحب الأشياء، فتزداد إذن محبة الله له وفرحته به. ذكر بعض العارفين أنه رأى في بعض السكك باباً قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده وتضربه حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكراً فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يأويه، غير أنه رجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مغلقا، فوضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه، فلما رأته في تلك الحال لم تملك إلا أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب مني؟ من يأويك سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك؟ ثم أخذته ودخلت. فتأمل قول الأم وهي تقول لابنها: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك، وتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد إمام مسجد شريف بالمنيل. الحمد لله مجيب من دعاه ومغيث من ناجاه، من توكل عليه كفاه، ومن التجأ بحماه أعطاه فوق ما يتمناه، ومن تاب إليه قربه وأدناه، وكثر عنه سيئاته وخطاياه. فالحمد لله والسلام والصلاة على نبيه ومصطفاه. الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الفضل وهذه المنة. من أجل نعم الله عز وجل أن تستعيد المساجد دورها الهام، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الدنيا من المسجد، فما نحن فيه نعمة، وما نجلسه الآن هو فضل من الله وحده. ثم الشكر موصول
لمن كانوا سببا في ذلك وعلى رأسهم برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والقيادات الذين قد قدموني للحديث بين يديهم. دعوني أبدأ الكلمة بسؤال في غاية الأهمية: لماذا نتعلم أسماء الله وصفاته أصلا؟ سيقول قائل: نتعلم أسماء الله وصفاته فهي من أصول العقيدة. لماذا تتعلم أسماء الله وصفاته إذ أنك لن تعبد ولن تطيع إلا من تحب، ولن تحب إلا من تعرف؟ لذلك قال الله عز وجل أن أطوع الناس له وأعبد الناس له وأخشى الناس منه هم العلماء، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما تعرفت على الله وتعلمت عن الله، كلما زاد شوقك وحبك لربك، كلما سهل عليك أمره وكلما سهلت عليك طاعته. فقالوا قديما: إذا أحببت الآمر سهلت الأوامر. لذلك إخوة الإسلام والإيمان، في هذا اليوم المبارك، في ختام هذا الأسبوع، نتحدث عن اسم الله التواب. ما معنى أن يتوب الله عليك أصلا؟ ما هي المهمة وما هي الوظيفة التي تقدمها لله حتى يتوب الله عليك؟ من الذي يبتدئ؟ قال أهل العلم بأن توبة الله على عباده قسمين: قسم قبل أن يتوب وقسم بعد أن يتوب. فتوبة الله عز وجل هي بتهيئة أسباب التوبة وفتح الطرق المؤدية لها. لذلك أنت في نعمة من الله، لا تظن أنك تجلس في بيت الله أو أنك صليت العشاء أو أنك رفعت يدك هو محض إرادة منك، ولكنه توفيق الله التواب الذي وفقك حتى رفعت يدك إليه فتاب عليك. لذلك التوبة ليست قاصرة على المذنبين أبدا، فنادى الله عز وجل بالتوبة على أشرف خلقه، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. نزلت هذه الآية في غزوة العسرة وهي غزوة تبوك، لم يحدث أصلا قتال في غزوة تبوك أصلا، ولكن الله عز وجل أراد أن يرى من عباده كم التضحية والبذل والجهد والعطاء، فلما قدموا ذلك رخيصا خرجوا في عز الحر، في أشد الحر، في وقت ثمار شيء شاق على النفس جدا، ومع ذلك خرجوا يريدون توبة من الله عليه. فقال الله في الآية الأولى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، لم يقل بعدها ليتوب. لكن في الآية الثانية أخطأوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. قسمين التوبة تحققوا في هذه الآية. لذلك اعلم أيها الأخ الكريم أن علاقتك بربك علاقة تكريم ورحمة، هو رؤوف بك، عالم بأمرك، يعلم أنك مذنب وأنك ستذنب وأنك إلى أن تموت ستقع في الخطايا والذنوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: كلنا ذو خطأ، وقال: كل ابن آدم خطاء. ذكر الذهبي في السير قصة في غاية الروعة عن عبد الله بن مسلمة القعنبي. هذا الرجل كان رجلا
شاباً يلهو ويسمع المجون ويشرب الخمر وفيه ما فيه. وفي مرة دعا أصدقاءه إلى بيته وجلس على باب داره حتى ينتظر قدومه. فلما جاءوا وهو جالس على باب داره أقبل شعبة بن الحجاج وخلفه الناس يهرعون يسيرون وراءه ينتظرون أن يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كبار المحدثين في هذا الزمان. فلما جاء وأقبل على عبد الله بن مسلمة القعنبي قام وعليه إزار أحمر، فقال حدثني. فقال شعبة: ما أنت من أصحاب الحديث حتى أحدثك. فأخرج سكينا وشهره في وجهه وقال حدثني. فقال: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فوقعت هذه الكلمات في قلب عبد الله فرمى بالسكين، ثم عاد إلى داره ونظر إلى أمه وقال: إن جاء أصدقائي وأصحابي فقولي لهم أني سكبت الشراب والخمر وغيرها. ثم أقبل تائبا وذهب إلى المدينة فصحب مالك بن أنس 30 سنة، وكان من أشهر رواة الموطأ. حتى قيل لما سئل عن عبد الله يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي أيهما أفضل لك في الموطأ، عبد الله بن مسلمة القعنبي أم إسماعيل بن أبي أويس؟ فقال: يا بني إني لم أرى أخشع من القعنبي. ثم عاد بعدها إلى دياره فسمع بموت شعبة، فلم يسمع منه إلا هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إخوة الإسلام والإيمان، حتى لا أطيل، لكن كنا نقول في دروس المسجد أن الواقف على كتاب الله والمتدبر لكلام الله عز وجل يصيبه النور. فخذها مني: وقف نزول القرآن، الوحي المتي. أما تنزل القرآن فإلى الآن يحدث، وما إن تدبرت كلام الله إلا أصاب قلبك النور. لذلك قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وقال: يا أيها قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وأختم بهذا المعنى، قال الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. لم يقل من عباده، أي أنك إن أذنبت فلا تحمل هم التوبة. لا تقل أحمل هم الذنب، لا تحمل هم التوبة، فقط قدم لربك بوادر التوبة والله سيتكفل بكل شيء. فإن قلت في نفسك: كيف أقبل على الله وقل لي قل سيئات وكبائر وذنوب، قال الله عز وجل بعدها: ويعفو عن السيئات. ستقول في نفسك: سأذنب وسأقع في الخطايا والذنوب، قال الله عز وجل بعدها: ويعلم ما تفعلون. أقول وبالله التوفيق أن أكثر الناس وأعتى الناس وأشد الناس عذابا عند الله الكفار والمنافقين. الكفار قاتلوا النبي واضطهدوا النبي وآذوا النبي، بل أنهم تفكروا وتفننوا في إنهاء هذه الدعوة، ثم قال الله لهم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكفرة ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فقط عودوا إلى ربكم. ثم قال الله عز وجل عن المنافقين الذين بدلوا دينهم، الذين يذعنون أمام الناس الإسلام والإيمان ويبطلون الكفر، بعدما تحدث عنهم وقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم،
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ثم بعدها قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال بعدها: إلا الذين تابوا. الكريم التواب الرحيم، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. بعدها قال الله: ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم حتى تكون النهاية سعيدة. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي عند مسلم، من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: إني لأعلم آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، رجل يأمر الله عز وجل أن تعرض عليه صغار الذنوب، صغار ما اقترف، صغار ما قد أحدث، فينظر العبد إلى ذنوبه ويظن أنه قد هلك فيسكت، فيأمر الله عز وجل ملائكته أن له بكل سيئة حسنة. في رواية مسلم يقال له: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقر ويعترف ويسكت. فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقر ويعترف. ثم يأمر الله عز وجل ملائكته أن له بكل سيئة حسنة، فيقول: يا رب لي ذنوب كبائر طالما أنها قد بدلت. في مقام العقوبة سكت، أما في مقام الدليل والتشريف يقول: يا رب لي ذنوب كبائر لما راه هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. إخوة الإسلام والإيمان، والله ما خلقنا إلا ليرحمنا سبحانه وتعالى وما أكرمه علينا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله عز وجل يبدل السيئات حسنات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المسجد المبارك وفي هذا اليوم المبارك أن يجمعنا حجيجا في بيته الحرام، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيد الأنام وسيد التائبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد إمام مسجد شريف بالمنيل على هذه الكلمة الطيبة. يقول الحق سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيا عبدا يضيق بكل إثم ويرجو الله تسديدا خطاه، تقدم نحو باب الله تظفر بترحاب تردده سماه. كريم لا يخيب ظن عبد تمد إليه في ذل يداه. والآن مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ محمد سلامة. عفوك ورضاك يا رب، يا عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واشف مرضانا
واحفظ بلادنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أكرم الأكرمين يا رب. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه. سبحان من علت الوجوه لوجهه فهو الكريم الكريم يجيب من ناداه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. لرضاك أسعى فاهدني لرضاك وأجر فؤادا ما له إلاك. لرضاك أسعى لرضاك أسعى فاهدني لرضاك وأجر فؤادا ما له إلاك. أملي بعفوك لا يفارق خاطري والقلب يدعو قاصدا رحمك. الملك والملكوت الملك والملكوت سبح باسمه. من ذا الذي في الكون لا يخشاك
سبحان ربي قد تجلى علاك. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح نجم ما لاح نجم ما لاح نجم في سماء علاك. نصلي جميعا على سيدنا النبي ونقول صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله للنبي جبين، طب لطه جبين، للمصطفى جبين، للنبي جبين يفوق قمرا، والقمر جزء من نور محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا روضة يلي فيك التجلي، يا روضة يلي فيك التجلي، من العلالي نزل تملي على ضيوف الحبيب محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على المدثر، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ محمد سلامة، نصل بكم إلى ختام هذا الملتقى، والذي عقد ختاما للأسبوع الثقافي الدعوي برعاية وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة في رحاب هذا البيت العامر مسجد شريف بالمنيل. في الختام نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر
وإلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد إمام وخطيب هذا البيت العامر، وإلى القارئ الشيخ محمد حسين الحمامي، وإلى المبتهل الشيخ محمد سلامة، وإلى علماء وآئمة وزارة الأوقاف، وهذه تحيات محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.